بسم الله الرحمن الرحيم. عن السؤال رقم 29 بيقول لك الفانوميتر الحساس مقاومة ملفه 4 اوم واقصى تيار تحمله 1 ملي امبير، وصلنا ملفه بمقاومة على التوازي مقدارها 1 اوم ليكون معا جهازا واحدا، ثم وصل هذا الجهاز على التوالي بمقاومة مقدارها 999.2 اوم ليستخدم كفولتميتر، احسب اقصى فرق جهد يمكن ان ينقصه هذا الفولتميتر. طبعا السؤال ده احنا حلينا شبهه قبل كده، بس هو بيكرر يعني الاسئلة مش عارف ليه. كان فين السؤال ده؟ اهو شبه ده 15، وهتلاقي ان عدى علينا اكتر من مرتين. اهو طب ليه يعني ليه السؤال يجي 500 مرة؟ دي تالت مرة تجيب نفس السؤال بس بأرقام مختلفة. يعني بص، المهم انت عندك دلوقتي جلفانوميتر حساس مقاومته، ادي الار جي بتساوي 4 اوم، وعندك الاي جي بتساوي 1 ملي امبير اللي هي 10 اسيه ب 3 امبير، وصلت معاها التوازي ار اس بتساوي 1 اوم، اتحول لاميتر. ادي 4 اوم وادي 1 اوم، عندك هنا اقصى تيار هو الاي جي، فانت هنا يتحول لاميتر بيقيس اقصى تيار اي. بعد كده هوصل معاه على التوازي، قصدي على التوالي، مضاعف جهد 992 اوم، فانت كده حولته لفولتميتر. عاوزين اقصى فرق الجهد اللي هو الفي. طبعا السؤال ده نقدر نحله باكتر من طريقه، يا اما هنجيب التيار ده، التيار ده نضربه في المقاومة دي هنجيب فرق الجهد ده، ونضرب التيار ده في المقاومة دي هنجيب الفي جي، نجمعهم على بعض جبنا الفي، أو هنستخدم القوانين. في كل الحالتين هيطلع معاك نفس الحل. تعالى كده، أول حاجة نستخدم كأنك ما تعرفش أصلا أي حاجة وبتستخدم القوانين بتاعت الفصل الأول. أنت عندك دلوقتي الأي جي لما تضربها في الأر جي هتجيب الفي جي، الفي جي بتساوي الأي جي اللي هي 10 أس سالب 3 في الأربعة، هيطلع معاك 4 × 10³ فولت. لو انت قسمت فرق الجهد ده على المقاومة دي هتجيب التيار اللي ماشي هنا، الاي اس بتساوي الفي جي اللي هو 4 × 10³ على المقاومة دي اللي هي الار اس، هيديك ايه؟ طبعا دي بواحد، فيطلع معاك 4 × 10³ امبير. يبقى الاي اللي عندك ده بيساوي مجموع الاتنين دول 4 و1، هيطلع معاك 5 × 10³ امبير. بعد كده فرق الجهد الكلي ده، فرق الجهد ده اللي هو الفي جي اللي هو 4 × 10³ زائد فرق الجهد ده اللي هو التيار الكلي اللي هو 5 × 10³ في المقاومة دي. لما تعمل ده بالآلة الحاسبة هيطلع معاك 5 فولت. لو احنا بقى عاوزين نستخدم القوانين اللي احنا اتعلمناها في الدرس ده، فانت هنا هتتعامل مع ده كله كأنه جلفانوميتر جديد وعاوز تحوله لفولتميتر. فانت هنا هتجيب الاي دي هتبقى كأنها الاي جي. عشان تجيب الاي، فاحنا لما بنحول الجلفانوميتر لاميتر قلنا ان الاي بتساوي الاي جي زائد اي جي في الار جي على الار اس. طبعا الاي جي ده كان اللي هو ده، والاي جي في الار جي على الار اس ده الفي جي وده الار اس، هيديك ده، فكانت هتطلع معاك على طول 5 × 10³ اللي هو ده. نيجي بعد كده نطبق في القانون بتاع الفي، الفي بتساوي طبعا ده كله كأنه الجلفانومتر الجديد، وبالتالي الفي دي بتساوي الفي جي اللي هو فرق الجهد هنا زائد الاي جي. طبعا الاي جي هنا هتبقى هي الاي في الار ام. طبعا الفي جي اللي هي دي، وعندك هنا الاي اللي هي دي اللي هي دي، والار ام اللي هي دي. بس فانت حتى لو ما تعرفش القوانين بتاعت الدرس ده تقدر تتعامل معاها عادي وهتطلع نفس الحل. 30 جلفانومتر مقاومة ملفه، مقاومة مجزء التيار الذي يسمح
حليناها والله، حلينا شبهها. وممكن هي بالنص عشر دي خدناها هي قيمة المجزأ اللي هي الار اس الذي يسمح بمرور. عندك ادي الاي جي بتساوي 1/10 اي. تعال نحلها. الار اس على طول، ار اس بتساوي بدون بقى ما اكتب القانون تاني، خلاص خدناه 500 مره. اي جي في الار جي 1/10 اي في الار جي اللي هي 30 على الاي ناقص الاي جي، ده هيديك 9/10. يبقى 1/10 في 30 اي على 9/10 اي، تشيل الاي مع الاي، عندك ده هيديك 1، ده هيديك 9، يديك 30 على 9. تلاتين على تسعة اللي هي 10/3 يعني، لو قسمت على التلاتة هيديك 10/3. بعد كده مضاعف الجهد الذي يجعل الجهاز يقيس فرق جهد 10 أمثال فرق الجهد بين الطرفين. ماشي، بيقول لك هنا عاوزين مضاعف الجهد اللي هو الار ام عشان يخلي الجهاز بيقيس فرق جهد بيساوي 10 في جي. طيب نحل دي ازاي؟ عادي، الار ام بيساوي الفي اللي هو 10 في جي ناقص الفي جي على الاي جي. الاي جي بكام؟ ب1/10. سوري، لا، مضاعف الجهد زي على الجهاز يقيس فرق جهد 10 أمثال فرق الجهد بين الطرفين. تمام. طيب الاي جي بتساوي ايه؟ الاي جي بتساوي الفي جي على الار جي، وبالتالي هتعوض هنا تكتبها زي ما هي، في جي على الار جي بكام؟ ب30. هيساوي، هتلاقي ان الفي جي بتروح مع دي، 10 ناقص 1 ب9 على 1/30 نساوي 9/30 ب270 اوم. ما ينفعش تستخدم الاي دي الاي جي دي لان دي مسألة جدي. جلفانومتر مقاومة ملفه يقيس شدة التيار الكهربي اقصاها. ما هي التعديلات التي تقترحها لتحويل الجلفانومتر الى، ما بقتش هتفاجئ بقى بالتكرار، خلاص بقى حلو خلاص. الأميتر اللي هي شدة التيار أقصاها ده الآي. الواحد كل شوية يتفاجئ ويتضايق، ملهاش لازمة. هو ما اتضايقش وهو بيحط الأسئلة المتكررة، فهتضايق ده. 1/10 أهو، أي جي بتساوي 20 ملي أمبير، وعاوزين الأي تبقى بتساوي 1 أمبير. تعويض مباشر، ار اس بيساوي اي جي 20 × 10^3 في الار جي ب1/10 على الاي اللي هي ب1 ناقص الاي جي 20 × 10^3. ايه الفكرة في السؤال ده؟ متعرفش. 2 × 10^3 لان ده هتروح 2 من 1000 على طول، على 1 ناقص 2 من 100. سوري، 2 من، تمام، 2 من 100 دي 1 ناقص 2 من 100، هيطلع معاك الرقم ده اللي هو هنا مقربه، هتبقى 2 من 1000 على طول. بعد كده بيقول لك فولتميتر يقيس فرقا في الجهد اقصاه 10 فولت، في بتساوي 10 فولت. احسب قيم المقاومات المقترحة في كل حالة. ماشي، قيم المقاومات المقترحة في كل حالة، هو هنا مش عاطينا. طيب هو هنا مش عاطينا مقاومات أصلا، يعني مقاومات مقترحة عشان، لا إله إلا الله، ثواني بس نجيب دي وبعد كده هقول لك الفكرة. الفي بتساوي 10 فولت، فأنت عندك هنا عايزين إيه؟ عايزين الآر إم. الار ام بتساوي الفي اللي هي 10 ناقص الفي جي اللي هي عباره عن الاي جي في الار جي، 20 × 10^3 في 1/10 على الاي جي اللي هي 20 × 10^3.
هيطلع 499 وتسعة من عشرة. طيب اولا بقول لك احسب قيم المقاومات المقترحه في كل حاله. طيب اقترح مقاومات منين؟ المفروض هو بيديني عدد من المقاومات كده واقترح منهم، لانك انت كطالب ما انتش عارف القيم اللي موجوده في السوق قد ايه، وبالتالي هتقترح بناء على ايه. المهم لو احنا جينا مثلا عاوزين 2 من 1000 اوم، فاحنا ممكن نوصل مثلا 2 من 1000 ممكن تبقى 1 من 1000 اوم على التوالي مع 1 من 1000 اوم وخلاص. عندك مثلا دي 499 وتسعة من عشرة اوم، عندك 400 اوم زائد 90 اوم زائد 9 اوم زائد 9 من 10 اوم. بس هو المفروض يقترح لك حاجة تستخدمها يعني. السؤال رقم 32 بيقول لك الفانومتر مقاومة ملفه يقيس شدة التيار أقصاها، أوجد مقاومة مجزء التيار اللازم تحويله أميتر يقيس شدة التيار أقصاها. لا إله إلا الله، نفس التكرار يا جدعان، حاجة فظيعة. والمصحف اف جي بتساوي 40 اوم، اي جي بتساوي 20 في 10 سالب 3 امبير، وعايزين الاي تبقى بتساوي 100 ملي امبير. طيب على طول الار اس بتساوي اي جي في الار جي 40 في 10، ايه 40 قصدي في 20 في 10 سالب 3 على الاي اللي هي 100 في 10 سالب 3 ناقص الاي جي اللي هي 20 في 10 سالب 3. هتطلع على طول بكام بقى؟ ونطلعها هنا بكام عشان انا اتخنقت من كتر المسائل دي. 10 اوم. بعد كده بيقول لك وصلنا الجلفانومتر، واذا وصل ملف الجلفانومتر بمضاعف جهد مقاومته 210، احسب اقصى فرق جهد. عندك ملف الجلفانومتر ده وصلناه بمضاعف جهد ار ام بيساوي 210. على طول الفي بتساوي الفي جي اللي هي اي جي في الار جي 40 في 20 في 10 سالب 3 زائد اي جي اللي هي 20 في 10 سالب 3 في الار ام اللي هي 210. تطلع معاك كام؟ طلعها 5 فولت بس. 33 احسب قيمة مجزء التيار اللازم لانقاص حساسية اميتر مقاومته 24 اوم الى الربع. هتنقص الحساسية الى الربع يبقى هتزود التيار 4 امثال، ودي ال ار جي هو مقدار المقاومة الكلية للاميتر المجزء مع انحنازه. حلينا شبهها برضو يجي 20 مرة لحد دلوقتي. عندك ال ار جي بتساوي 24 اوم، وعايزين الاي يساوي 4 اي جي، يبقى الار اس على طول بتساوي اي جي في الار جي اللي هي 24 على الاي اللي هي 4 اي جي ناقص الاي جي. 4 ناقص 1 هيديك 3، والاي جي هتروح مع الاي جي، 24 على 3 فيها 8 اوم. بعد كده عايزين المقاومة المكافأة ار اميتر بتساوي دي على التوازي مع دي، هيطلع على طول بكام؟ 6 اوم. أربعة وتلاتين جلفانومتر حساس مقاومته ينحرف مؤشر نهاية تدريجه عندما يمر، فما هي أكبر شدة تيار يمكن قياسه به كأميتر إذا وصل المجزئ؟ على عندنا هنا جلفانومتر الأر جي بتساوي 2 4 9 و9 من 10 أوم، وعندك الأي جي بتساوي 10 ملي أمبير، والأر إس بتساوي 1 من 10 اوم، وعاوزين نحوله لاميتر، عاوزين نجيب الاي. الاي هتساوي الاي جي على طول 10 في 10 سالب 3 زائد اي جي في الار جي على الار اس، هيطلع معاك ومطلعها هنا ب 25 امبير. بعد كده طلب منك تحويل هذا الجلفانومتر،
نفس الجلفانومتر ده هنحوله للفولتاميتر عشان تكون الفي بتساوي 25 فولت. الله اكبر. عاوزين الار ام. ايه المشكله؟ الار ام بتساوي الفي ناقص الفي جي اللي هي عباره عن الار جي في الاي جي، كل ده على الاي جي. هيطلع معاك الرقم اللي هو مطلعه 22 1. بس حلين شبهها كتير، 25 او 35 جلفانومتر مقاومة ملفه يتطلب انحراف نهاية تدريجه. احسب مقاومة مجزأ التالي لازمة تحويلها متر النهاية العظمى، ده الاي مع ذكر كيفية توصيل المجزأ بيتوصل على التوازي. عاوزين الار اس، وهنا احسب المقاومة المضاعفة ار ام ادي الفي مع ذكر كيفية توصيله بتوصل على التوالي. والله انا ما انا فاهم ايه الفكر الجديد في المسائل دي، هي نفس المسائل بس الارقام هي المختلفه. لا اله الا الله. يبقى احنا دلوقتي على طول عاوزين الار اس. الار اس بيساوي اي جي في الار جي 10 اس 3 في 1 من 10 على الاي 5 ناقص اي جي 10 اس 3 هيساوي على طول مطلعها 2 في 10 سالب 5 اوم. سوري، انهي بقى انهي واحده، الاولانيه ولا الثانيه؟ اعتقد ان هي دي. تمام، يعني ده اصغر حاجه. بعد كده عاوزين نحوله الاميتر، قصدي فولتاميتر. الفي ب 25 فولت، عايزين الار ام، فالار ام هتساوي الفي اللي هي 25 ناقص اي جي في الار جي على الاي جي، هيطلع معاك جلفانومتر مقاومته ار جي اقصى تيار يتحمله اي جي، وصله من مجزأ التيار ار اس، ثم وصله في دائره كهربائيه تحتوي على مقاومه 8 اوم وعمود كهربي قوته الدفع. وعند غلق الدائره انحرف مؤشر الجلفانومتر 3 ارباع تدريجه، احسب قيمه مجزأ التيار. طبعا السؤال اللي شبه ده فانت لازم تمشي واحده واحده. وهنا بيقول لك ايه؟ أخيرا فكرة جديدة، يعني بيقول لك الجلفانومتر مقاومة ملفه 10 أوم، أقصى تيار اللي ممكن قياسه بواسطته 40 ملي أمبير، وصلة بمجزأ التيار آر إس، ثم وصلة في دايرة كهربية تحتوي على مقاومة. أدي العمود، العمود ده 1.5 فولت، ومهمل المقاومة الداخلية، وأدي فيه مقاومة بـ8 أوم، وأدي الار جي اللي هي ب10 اوم، وادي عندك الار اس. بيقول لك هنا ان الجلفانومتر ده المقاومه بتاعته ب10 اوم، واقصى تيار بيتحمله اللي هو الاي جي ب40 ملي امبير. بيقول لك هنا لما الدايره دي اتقفلت انحرف مؤشر الجلفانومتر الى 3 ارباع. طبعا لما ينحرف مؤشر الجلفانومتر الى 3 ارباع تدريجه، معناها ان التيار اللي ماشي هنا في الجلفانومتر هنا بيساوي 3 ارباع التيار ده، وبالتالي التيار اللي ماشي هنا 30 ملي ايه امبير، اللي هي 3 على 4 في 40. يبقى انت عندك هنا تعالى نعمل هنا 30 ملي امبير اللي هي 3 في 10 3 من 100 امبير. بس طبعا تعرف تحل السؤال كده. انت عندك لو ضربت التيار ده في المقاومة دي هتجيب فرق الجهد ده، سمي ده في جي داش لأن ده مش أقصى تيار، هو التيار اللي ماشي قصدي مش أقصى فرق الجهد، هو فرق الجهد في الحالة دي. الفي جي داش بيساوي 3 من 100 في 10 بيساوي 3 من 10 فولت. جبت فرق الجهد ده، تقدر تجيب فرق الجهد هنا منه، تجيب التيار الكلي اللي ماشي في الدايرة. بعد ما تجيب التيار الكلي هتجيب التيار اللي ماشي هنا. جبت التيار اللي ماشي هنا هتقدر تجيب الار اس، وبالتالي عندك هنا فرق الجهد هنا يساوي ايه؟ سميها مثلا في ار. فرق الجهد هنا بيساوي فرق الجهد الكلي اللي هي 1.5 ناقص فرق الجهد ده اللي هي 3 من 10. بعد كده التيار الكلي بيساوي
فرق الجهد ده على المقاومة دي، 1.2 × 10^8 12 من 100 أمبير. بعد كده هتوزع الـ12 من 100 دول، عندك هنا الاي اس هيساوي الـ12 من 100 ناقص 3 من 100 هيديك 9 من 100 أمبير، وبالتالي هتقدر تجيب الار اس. الار اس بتساوي فرق الجهد ده اللي احنا كنا جايبينه 3 من 10 على 9 من 100، 3 من 10 9 من 100، 3 على 9 من 10 30 على 9 هنطلعها هنا مختلفة، يبقى أنا في غلط هنا عندي في الأرقام، 1.2 × 10^8 15 من 100، 15 من 100 يبقى أنت عندك الـ IS 15 من 100 ناقص 3 من 100 بـ12 من 100. في 12 من 100 أمبير. نونس. بس ٣٧ بيقول لك دايرة كهربية بقى مقاومة ثابتة، نصلي الأول وبعد كده يجي. طبعا في هتاخد وقت كبير. ٣٧ بيقول لك دايرة كهربية بقى مقاومة ثابتة 6 أوم، يمر بها تيار كهربي شدته 2/10 أمبير، وصل في الفولتميتر مقاومته 30 اوم بطرفي المقاومة فانحرف مؤشره. تعالى كده الحاجات اللي شبه دي لازم ترسمها، لازم تمشي معاه كده وتشوف هو بيقول لك ايه وتعمل زي ما بيقول. بيقول لك هنا دائرة كهربية بها مقاومة ثابتة 6 اوم، ادي مقاومة 6 اوم وادي الدائرة الكهربية. بيقول لك يمر بها تيار كهربي شدته 2/10 امبير، في تيار كهربي بيمر في الدايره دي 2/10 امبير، وصله فولتميتر مقاومته 30 اوم، في فولتميتر وصلته مقاومته 30 اوم بطرفي المقاومه فانحرف مؤشر نهايه التدريب. بص السؤال ده سؤال غلط من قبل ما نكمل كده. ليه؟ لان انت عندك الدايره الكهربيه دي بيمر فيها قبل ما توصل الفولتميتر كان بيمر فيها 2/10 امبير، فانت لما توصل الفولتميتر للمقاومه بتاعته الصغيره 30 على التوازي مع الـ6 هيديك 5، فالمقاومه اللي في الدايره قلت، وبالتالي المفروض ان 2/10 امبير دي هتتغير. فهو السؤال غلط، ده اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك هو هنا مثبت التيار ده، يعني هو في حل السؤال مثبت التيار ده على ان التيار ده هو التيار اللي ماشي في الدايره. طب ما ممكن يكون يعني واحد تاني ممكن يقول لك دايرة كهربية بها مقاومة 6 أوم يمر بها تيار 6 كهربي شدته 2/10 أمبير والصلة فولتميتر مقاومته 30 أوم، فيخلي التيار ده هو اللي ماشي هنا والفولتميتر هيبقى كده، يعني مثلا بدل ما هي كده هتبقى كده. وبالتالي التيار اللي هنا ما بقاش ايه، ما بقاش 2/10 امبير، هيبقى التيار ده زائد التيار ده. فهو السؤال غلط، يعني انا مش عارف اللي حطه كان شارب حاجه ومش والمفروض ما يجيبهوش اصلا هنا، يعني لان السؤال كده صيغته غلط وبالتالي من المفروض ما يجيش. المهم انا هحله لك الطريقه اللي بيحلوا بيها يعني، بس ما اعتقدش ان سؤال زي ده ممكن يجي في الامتحان لان السؤال مش منطقي فيزيائيا غلط. المهم انت عندك هنا بيمر 2/10 امبير في الدايره، وصلت الفولتوميتر ده المقاومه بتاعته 30 اوم. بيقول لك انحرف المؤشر الى نهايه التدريج، انحرف المؤشر ده لنهايه التدريج، فنقدر نجيب اقصى تيار بيتحمله الفولتوميتر، سميه في في مثلا او في جي. طيب فرق الجهد ده او اقصى تيار، قصدي اقصى فرق جهد، اقصى فرق جهد بيتحمله الفولتوميتر هيبقى ده اللي هو نفسه فرق الجهد هنا.
اللي هو نفسه فرق الجهد عليهم هما الاتنين. وبالتالي انت هنا هتجيب المقاومة ما بين النقطتين دول تضربها في التيار ده، هتجيب أقصى فرق جهد بيتحمله، يبقى الفي في بيساوي المقاومتين دول على التوازي 6 على التوازي مع 30 مضروبة في التيار ده اللي هي 2/10. 6 على التوازي مع 30 اللي هي 6 في 30 على 36 في 2/10، ده هيطلع معاك 5 في 2/10 يديك 1 فولت. بعد كده بيقول لك إذا وصلت مقاومة تساوي 144 أوم على التوالي مع الفولتميتر. لو أنت جيت هنا أدي 6 أوم زي ما هي والفولتميتر 30 أوم، وصلت مقاومة 144 أوم على التوالي معاه. طبعا هنخلي ده برضو 2/10، طبعا ده غلط، التيار ده بيتغير بتغير المقاومات، بس هو هنا مثبته وانت ما تعرفش تحلها لما تثبته عشان انت ما عندكش البيانات بتاعت الدال. بيقول لك هنا فما قراءة مؤشره. طبعا قراءة المؤشر اللي هو فرق الجهد هنا، ماشي. هنجيب فرق الجهد ده ازاي؟ هتجيب المقاومة بين النقطتين دول تضربها في 2/10، سمي دي ار، الار بتساوي 6 على التوازي مع المقاومة دي هتبقى 174، هيساوي خمسة وتمانية من عشرة. بعد كده تضرب الاتنين من عشرة دي تجيب الفي، 2/10 × 5.8 هيساوي 10 11 و6/10، أو سوري 2/10 يبقى 1.16. بعد كده بيقول لك وما أقصى فرق جهد، وما أقصى فرق قيمة لفرق الجهد الذي يمكن أن يقيسه في هذه الحالة بفرض ثبات شدة التيار المار في الدائرة. قايل لك في الآخر برضه بفرض ثبات شدة التيار، تمام ماشي. المهم هو المفروض يقولها في الأول، أنت قبل يعني أنا ما قريتهاش إلا في الآخر خالص. أوكي، هو هنا بيقول لك بفرض ثبات شدة التيار، يبقى هنا الاتنين من عشرة ثابتة وهنا 2/10 ثابتة. هو بقى بيعمل فيرموستات في أي حاجة، فخلاص كده بدل ما هو غلط، طالما ان هو قال لك بفرض ثبات شدة التيار يبقى تمام كده، هو بيتحكم في التيار اللي ماشي في الدائرة بحيث ان هو يخليه كل مرة 2/10. المهم عايزين هنا اقصى قيمة لفرق الجهد، اللي هي اقصى قيمة لفرق الجهد اللي بيقيس ده. طيب نجيبها ازاي؟ احنا هنا كنا قايلين ان اقصى قيمة لفرق الجهد بيتحمله الجهاز قبل ما تضيف المقاومة دي اللي هي المضاعف الجهد كان بواحد فولت. وبالتالي انت عندك هنا اقصى فرق جهد بقى بعد ما وصلت مضاعف الجهد هيبقى الفي في زائد الاي في في الار ام، بيساوي الفي في بكام؟ الفي في بواحد زائد الاي في عبارة عن الفي في مقسوم على المقاومة دي، زي بالظبط الفي جي على الار جي بيديك الاي جي، فالاي في كأنها الاي جي. وبالتالي هتبقى عندك 1/30 في الار ام اللي هي 144، هيساوي 5.8. السؤال رقم 38 بيقول لك جلفانومتر ذو ملف متحرك مقاومة ملفه، احسب قيمة مقاومة مجزئ التيار تسمح بمرور تولت، يبقى الاي جي بتساوي تولت الاي. طبعا دي حلينا شبهها تقريبا، هي نفس السؤال. ثواني كده، هو نفس السؤال. اهو بس ده كان عشر، ده 10 أمثال برضه. مش عارف ايه الفايدة، يلا الفايدة من التكرار. المهم على طول الار جي بتساوي 18 أوم، والار اس بتساوي عايزينها، وعندك الاي جي بتساوي تولت الاي. فانت هنا الار اس بتساوي الاي جي
اللي هي طولة الاي في الار جي اللي هي 18 على الاي ناقص الاي جي، اي ناقص الاي جي اللي هي طولة الاي، هيساوي على 3 في 1 على 3 في 6 تبقى 6 اي على اي ناقص طولة اي 2 على 3 اي، الاي هتروح مع الاي هيساوي 6 على 2 على 3، 18 على 2 هيديك 9 اوم. بعد كده قيمة مضاعف الجهد اللي اتجه الجلفامتر صالحا لقياس فرق جهد 10 امثال، يبقى انت عندك هنا الفي بيقول لك 10 في جي، وبالتالي عندك هنا الار ام بيساوي في اللي هي 10 في جي ناقص الفي جي على الاي جي. طيب الاي جي بكام؟ الاي جي بتساوي الفي جي على الار جي، الار جي ب 18 هيساوي 10 ناقص 1 ب 9 في جي على في جي على ال 18، تشيل في جي مع الفي جي، 9 في 18 18 هتطلع فوق، او 9 على 1 على ال 18 هيطلع معاك 9 في 18، 10 في 18 180 ناقص 9 يديك 171. 171 ثواني، لا مش 171، 162. بس 39 جلفانومتر مقاومة ملفه 1/10 ويقرأ عند نهاية تدريجه، أردنا زيادة قراءته بمقدار، لاحظ هنا بقى بيقول لك بمقدار 10 أمثالها، يبقى هنا هتزود قراءته بمقدار 10 أمثالها، يبقى أنت عندك هنا الأي هتبقى القيمة اللي كان بيقيسها زائد 10 زائد إيه؟ ال 10 أمثال الزيادة دول اللي هي 10 في الأي جي، وبالتالي ده 11 أي جي. فما قيمة مقاومة مجزأ التيار اللي هي الار اس؟ يبقى انت عندك هنا الار جي بتساوي 1/10 اوم، الاي جي بتساوي 5 امبير، وعندك هنا الاي بتساوي 11 اي جي، وعايزين الار اس. طبعا انت مش محتاج دي، لان على طول الار اس بتساوي الاي جي في الار جي اللي هي 1/10 على الاي اللي هي 11 اي جي ناقص الاي جي، هيطلع معاك 1/10 اي جي على ده هيديك 10 اي جي، تشيل ده مع ده هيديك 1/100، وبالتالي انت مش محتاج قيمة الاي جي. جلفانومتر مقاومته 90 اوم والسلم المجزئ مقاومته، فما مقدار المقاومة التي تلزم توصيلها مع الجلفانومتر والمجزئ على التوازي حتى يمر في الجلفانومتر 10% من التيار الكلي؟ حاليا شرحها، والله والله حاليا شرحها. راحت فين؟ انا بقول لك بس عشان تبقى عارف، عشان لما تيجي تحلها ما تغلطش فيها تاني بقى. المهم احنا حاليا شبهها اهي 17، 90 مجزأ التيار مقاومته 10.3، المقاومة الإضافية لازم توسيع التوازن معه حتى يمر 1/10 من التيار الأصلي في الجلفانومتر. نفس الفكرة، الأرقام هي اللي مختلفة بس. المهم عندنا هنا الجلفانومتر مقاومته 90 أوم والسلم المجزأ مقاومته سماها ار اس 1 بتساوي 12 اوم، ما مقدار المقاومه التي تلزم توصيلها مع الجلفانومتر المجزأ على التوازي حتى يمر في الجلفانومتر 1/10 من التيار الكلي؟ عايزين التيار اللي يمشي في الجلفانومتر اللي هو الاي جي بتساوي 1/10 من التيار الكلي. طبعا ادي عندك الار جي وادي الار اس 1، عايزين نوصل بقى ار اس 2 بحيث ان التيار اللي يمشي هنا يبقى 1/10 من الاي. طيب نحل دي ازاي؟ زي ما عملنا قبل كده، انت عندك دلوقتي ممكن تحلها باكتر من طريقة. احنا دلوقتي عندنا الار اس 1 ب 12 اوم، فانت دلوقتي دول الاتنين مع بعض هنسموهم ار اس، الار اس بتساوي الاي جي اللي هي 1/10 اي في الار جي اللي هي 90
على الاي زي ما هي ناقص الاي جي اللي هي 1/10 اي، هيطلع معاك ده 9/10. 90 في 1/10 بتسعة اي على 9/10، لان ده بيروح مع ده 9 × 9/10، 90 × 9 يديك 10. العشرة اوم دي هي المقاومة المكافئة للاتنين دول، يبقى العشرة دي بتساوي ار اس واحد على التوازي مع ار اس اتنين، اللي هي 12 في ار اس 2 على 12 زائد ار اس 2. وبالتالي طرفين في وسطين 10 في 12 ب 120 زائد 10 ار اس 2 بتساوي 12 ار اس 2. هتجيب ده هنا بالسالب، 12 ناقص 10 ب 2 ار اس 2 بتساوي 120، يبقى الار اس 2 بتساوي 120 على 2 فهي 60 اوم. بس الطريقة التانية زي ما احنا حليناها في المسألة اللي فاتت، هتجيب التيار اللي ماشي هنا، لأن أنت عندك المقاومة دي معروفة والمقاومة دي معروفة، فتقدر تجيب التيار اللي ماشي هنا، لأن دول على التوازي، تجيب فرق الجهد ده تقسمه على المقاومة دي، تجيب التيار اللي ماشي هنا. بعد ما جبت التيار اللي ماشي هنا، هتقدر تجيب التيار اللي ماشي هنا بدون إيه؟ بدون قوانين خالص. الأي ناقص ده ناقص ده، هتجيب التيار اللي ماشي هنا، وعندك فرق الجهد ده تقسمه، تجيب الإيه؟ تجيب الار اس 2 نفس الطريقة اللي احنا حلينا بيها السؤال اللي فات. 41 بيقول لك الفانومتر ذو ملف متحرك مقاومته 20 اوم، يصل مؤشره نهاية التدريج اذا مر به تيار 5 ملي امبير، والصيغة معه ثلاث مقاومات كما بالشكل لقياس شدة التيار كما هو موضح بالشكل، احسب قيمة كل مقاومة من المقاومات في الشكل. ماشي مفيش مشكلة، دماغي باظت، واحد عمال يشتغل بالصاروخ بوظ له دماغي. تعال نعمله هنا، طيب احنا دلوقتي عايزين ايه؟ عايزين قيمة كل مقاومة من دول. طيب انت دلوقتي لو وصلت ما بين النقطة دي والنقطة دي، او لو وصلت ما بين هنا وهنا، يعني بيقول لك هنا انت عندك اقصى مدى ب 10 امبير. طبعا لو انت وصلت ما بين الاتنين دول، هيبقى الدايرة بتاعتك الجزء بتاعك هيبقى كده، ده ماشي. هو عاملها المفروض يعني لو انت وصلت ما بين الاتنين دول، هيبقى الار جي بقت على التوالي مع دول وكل ده على التوازي مع الار واحد، وبالتالي انت عندك هنا هتتحول، سميها هنا ار جي واحد هتساوي ار جي اللي هي 20 زائد ار 2 زائد ار 3. طبعا اقصى تيار بيمشي هنا، بيمشي هنا هو نفسه اقصى تيار هيمشي فيهم لما يتوسعوا على التوالي اللي هو نفسه ده، وبالتالي نقدر نجيب الار واحد، نقول ان الار واحد على طول بتساوي الاي جي اللي هي 5 في 10 سالب 3 في الار جي اللي هي 20 زائد ار 2 زائد ار 3 على الاي اللي هي عندك هنا تبقى 10 امبير ناقص الاي جي اللي هي 5 في 10 سالب 3. انا مش عارف هل السؤال ده صح. ماشي انت كده هتصعب الدنيا خالص، يعني هنقسم ده على ده، 10 ناقص 5 في 10 سالب 3 وفوق 5 في 10 سالب 3 هيطلع معاك 1 على 1999، وبالتالي ده بيساوي
20 زائد ار 2 زائد ار 3 على 1999. نيجي بعد كده لو وصلنا ما بين هنا وهنا، فانت عندك هنا هيبقى الاتنين دول توالي مع بعض، هيبقوا دول مجزء التيار وده هو ال ار جي 2، وبالتالي هتبقى هنا ار 1 زائد ار 2 بتساوي 5 × 10 سالب 3 في ار جي زائد ار 3 اللي هي 20 زائد ار 3 على الاي، هتبقى هنا 1 ناقص 5 × 10 سالب 3 هيساوي، اقسم دول على بعض واحد على 199، وده زي ما هو. نيجي بعد كده لو وصلنا دول كلهم، فانت عندك هتبقى ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 بيساوي الاي جي زي ما هي 5 × 10 سالب 3 في الار جي اللي هي زي ما هي اللي هي 20 على الاي في الحالة دي هتبقى 1 من 10 ناقص 5 × 10 سالب 3 هيساوي. عشرين على 19 طيب دول بقى عاوزين نحلهم التلات معادلات في تلات مجاهيل، عايزين نحلهم مع بعض. نعمل ايه؟ نحلهم مع بعض. اول معادلة دي تضرب ده تلاتين في وسطين هيطلع معاك 1999 ار 1 بتساوي 20 زائد ار 2 زائد ار 3، وبالتالي من هنا نجيب دول هنا يبقى 1999 ار 1 ناقص ار 2 ناقص ار 3 بيساوي 20. ده اول معادلة. تاني معادلة تضرب ده في ده، 199 ار 1 زائد 199 ار 2 بتساوي 20 زائد ار 3، هتجيب ده هنا بالسالب يبقى 199 ار 1 زائد 199 ار 2 ناقص ار 3 بيساوي 20. دي المعادلة التانية. من المعادلة دي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 بيساوي 20 على 19. دي المعادلة التالتة. تحلهم بالآلة الحاسبة تجيب الار 1 والار 2 والار 3. دماغي باظت يا رب. أول واحدة تاني معادلة تالت معادلة واحد من مية تسعة من مية خمسة وتسعة 95%. فهمت الفكرة؟ اتنين واربعين بيقول لك في المثال السابق إذا وصل الجلفانومتر كما بالشكل لقياس فروق في الجهد احسب المقاومات الثلاثة. طبعا هو نفس الفكرة بتاعت السؤال ده. ف عندنا هنا تعال نسمي هنا
عندك لو انت عندك موصل ار واحد بس يعني ما بين هنا وهنا، فانت عندك هنا تبقى الار واحد دي هي نفسها الار ام. خلاص يا عم روح. الار واحد دي هي نفسها الار ام، يبقى الار واحد اللي هي الار ام بتساوي الفي اللي هي 3 فولت ناقص الاي جي في الار جي. طبعا الاي جي بكام؟ 5 ملي امبير، 5 في 10 اس سالب 3 امبير، وعندك الار جي بتساوي 20 اوم. يبقى اي جي اللي هي 5 في 10 اس سالب 3 في 20 مقسوم على الاي جي اللي هي، طبعا دي سهلة، هتبقى تقدر تجيب الار واحد على طول، بعد كده تقدر تجيب الار اتنين، بعد كده تقدر تجيب الار تلاتة. 5 في 10 اس سالب 3 هيساوي، هيطلع معاك 580. ده الار واحد. بعد كده لو احنا وصلنا ما بين هنا وهنا، فانت عندك الار واحد والار اتنين هما الار ام، او بطريقة تانية يعني انت ممكن تحلها باكتر من طريقة. احنا ممكن هنا نعتبر ان الار جي والار واحد هما دول الار جي الجديدة، الار جي داش، ونقدر نجيب الار اتنين على طول. يعني مثلا ده هتبقى ار اتنين بتساوي، الار اتنين بتساوي ايه؟ بتساوي الفي، يعني احنا خدنا الاتنين دول بس. هنا هتعوز هي كده هتبقى اسهل، هناخد الار اتنين لوحدها، دي الار ام الجديدة اللي احنا عايزين نضيفها، ودول كأنهم الار جي الجديدة، وبالتالي عندك هنا الفي المدى بتاعك بدل ما هو 3 هيبقى 15، وبالتالي عندك هنا 15 ناقص 3 على الاي جي، كده كده ما بتتغيرش، اللي هي 5 في 10 سالب 3 هيساوي ده 12. 12 على 5 في 10 اس سالب 3 هيطلع معاك 2400. بعد كده من هنا لهنا ممكن ناخد دول على انهم هم دول الار جي الجديدة، وبالتالي الار 3 على طول هتساوي الفي تبقى هنا 150 ما بين هنا وهنا، 150 ناقص الفي اللي عندك اللي هي من هنا لهنا اللي هي 15 على الاي جي زي ما هي. يطلع معاك 27000. طبعا ده اسهل من هنا، جلفانو الفولتميتر اسهل من الاميتر. 43 جلفانوميتر مقاومته والسلم المجزئ للتيار يسمح بمرور خمس التيار الكلي في الجهاز، ثم وصل الجهاز في دائرة كهربية تحتوي على مقاومة ثابتة ومصدر للتيار قوته الدفع ومهمل للمقاومة الداخلية. احسب التيار المار في الجلفانومتر عند إذن. بيقول لك هنا جلفانومتر مقاومته 20 اوم. تعال نرسم الدائرة الأول. ادي عندك هنا 6 فولت مفيش مقاومة داخلية، وعندك مقاومة ثابتة 26 اوم، وبيقول لك هنا جلفانومتر مقاومته 20 اوم والسلم المجزئ للتيار، وده عندك 20 اوم، وادي المجزئ ار اس يسمح بمرور خمس التيار الكل في الجهاز. عندك هنا لو التيار هنا اي، فهنا هنا هيمشي خمس الاي، وبالتالي هنا 2 من 10 اي اللي هي خمس الاي. بيقول لك هنا احسب التيار المار في الجلفانومتر عند اذن. عاوزين نحسب الاتنين من عشرة اي ده، لان هو ده التيار اللي هيمشي في الجلفانومتر.
طبعا ده سهل. اول حاجة ممكن نجيب الار اس، هنقدر نجيب الار اس على طول. احنا عندنا هنا الاي جي بتساوي خمس الاي، وعندك الار جي بتساوي 20 اوم، فانت الار اس على طول بتساوي اي جي اللي هي 2 من 10 اي في الار جي اللي هي في 20 على الاي ناقص الاي جي اللي هي 2 من 10 اي، هيطلع معاك 20 في 2 من 10، تحت هنا اي ناقص 2 من 10 اي ب 8 من 10، يبقى هنا 20 في 2 من 10 اي على 8 من 10 اي، تشيل الاي مع الاي. بعد كده على 2 من 10 فيها 1، 2 من 10 فيها 4، 4 فيها 1، 4 فيها 5، يبقى الار اس هتطلع ب 5 اوم. بس بعد كده هنجيب التيار الكلي. عشان تجيب التيار الكلي فانت محتاج تجيب المقاومة الكلية، وبالتالي الار توتال بتساوي المقاومة الكلية اللي في الدايرة عبارة عن 26 دي زائد المقاومتين دول على التوازي مع بعض، 20 و5 على التوازي يديك 4 اوم، تطلع معاك 30 اوم. وبالتالي عندك على طول الاتنين من عشرة اي بتساوي 2 من 10 في الاي عبارة عن 6 على المقاومة الكلية، هيطلع معاك 6 على 30، 1 على 5 اللي هي 2 من 10، 2 من 10 في 2 من 10 ب 4 من 100. أربعة وأربعين جلفانومتر حساس مقاومة ملفه ينحرف مؤشره نهاية تدريجه بمرور وصلة معه مجزء التيار ار اس تحويل الأميتر لكيس تيار أقصى. يعني مش عارف، يعني ده سؤال بذمتك؟ يعني ده سؤال ما انت جبته 500 مرة. لا اله الا الله. ده الاي اللي احنا عايزينه، وعاوزين المقاومة الكلية اللي هي الار اس على التوازي مع الار جي. سؤال يعني بعد المسائل اللي احنا حليناها دي كلها جايب لك سؤال زي ده. المهم ده تعويض مباشر، ار جي بتساوي 40 اوم، الاي جي بتساوي 5 في 10 سالب 3 امبير، وعندك الاي بتساوي 1 امبير. على طول الار اس بتساوي الاي جي اللي هي 5 في 10 سالب 3 في الار جي 40 على الاي اللي هي بواحد ناقص الاي جي اللي هي 5 في 10 سالب 3، يطلع معاك 5 في 40 في 10 سالب 3 على 1 ناقص 5 في 10 سالب 3، هيطلع معاك الرقم ده. بعد كده المقاومة دي على التوازي مع المقاومة دي، فعلى طول دي اللي هي 40 في المقاومة دي اللي احنا لسه مطلعينها على مجموعهم، هيطلع معاك 5. على فكرة في طريقة تانية سهلة احنا ممكن نحل بيها. يعني هو هنا عايز المقاومة الكلية للأميتر، ما قالكش عاوز الار اس. ثواني. الطريقة التانية التانية البسيطة، هو هنا عايز الار اي على طول، فانت عارف ادي الار جي وادي الار اس، واقصى تيار هنا بكام؟ ب1 امبير. وعندك هنا الار جي بكام؟ ب40 اوم، والاي جي بكام؟ ب5 في 10 سالب 3. فانت على طول ممكن تقسم فرق الجهد ده على التيار الكلي، هيديك المقاومة الكلية ما بين النقطتين، وبالتالي على طول الار اي فرق الجهد من هنا لهنا اللي هو 40 في 5 في 10 سالب 3 على التيار الكلي اللي هو 1 امبير، هيديك المقاومة ما بين النقطتين دول 40 في 5 ب 200، 200 في 10 سالب 3 ب 2 من 10. بس دي طريقة سهلة، يعني خطوة واحدة. 45 عند توصيل جلفانومتر جي مقاومة ملفه ار جي في دائرة كهربائية تحتوي على مقاومتين كل منهما 100 اوم زي ما انت شايف كده، وبطارية مهملة المقاومة الداخلية كما هو موضح بالشكل، انحرف مؤشره نهاية تدريجه. بيقول لك في اذا علمت ان فرق الجهد بين النقطتين اي وبي ب1 فولت، احسب اقصى قراءة لتدريج الجلفانومتر القوة الدفع الكهربية اذا اردنا زيادة مدى الجهاز. ماشي، احنا هنا على طول ممكن نرسم الدايرة. انت عندك المقاومتين اللي هي 100 و100 دول على التوازي مع بعض
فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي بواحد فولت، ممكن ناخد على طول مقاومة المكافأة ليهم هتبقى 50. وادي ال ار جي ب 200 اوم. فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي، ادي الاي وادي البي، بيساوي 1 فولت. بيقول لك هنا عايزين اقصى قراءة لتدريج الجلفانومتر. اقصى قراءة لتدريج الجلفانومتر ده، طبعا هو هنا بيقول لك ان في الوضع ده بيمر اقصى تيار، وبالتالي اقصى قراءة هي نفسها اقصى تيار، وبالتالي على طول هنجيب التيار اللي ماشي هو نفسه الاي جي، وبالتالي هنا الاي. الاي هو نفسه الاي جي، بيساوي فرق الجهد ما بين النقطتين دول اللي هو بواحد على المقاومة دي اللي هي ب50، يطلع 2 من 100 امبير. بعد كده بيقول لك القوة الدفع الكهربية للبطارية. قوة الدفع الكهربية للبطارية اللي هي الفي بي، اجيبها ازاي؟ بسيطة خالص. الفي بي بتساوي التيار اللي ماشي اللي هو 2 من 100 في المقاومة الكلية اللي هي 250 اوم، هيطلع معاك 2.5 × 2 بـ5 فولت. بقول لك هنا إذا أردنا زيادة مدى قياس الجلفانومتر إلى 1 أمبير، عاوزين نخلي الأي بتساوي 1 أمبير، فما قيمة مجزأ التيار؟ الـ RS على طول بيساوي الـ IG اللي هي بـ2 من 100 في الـ RG اللي هي بـ200 على الـ I اللي هي بـ1 ناقص الـ IG اللي هي 2 من 100، يطلع معاك 2 من 100 × 200 على 98 من 100، 4.8 من 100. أنا عاملها وات، هي أوم مش وات. بس هي دي مش هتخلص ليه. 46 جلفانومتر مقاومة ملفه 50 أوم، يمر به تيار 2 من 1000 يعطي أقصى انحراف، والسلب مضاعف جهد ليصبح فولتميتر. ما هو أقصى مدى القياس؟ عايزين الفي. وعندما يراد تحويله إلى أميتر والسلب فولتميتر بمقاومة. بعد كده خدت الفولتميتر ده وحولته لأميتر. تعال ناخدها واحدة واحدة. عندك ال RG بتساوي 50 أوم، وعندك ال IG بتساوي 2 من 1000 أمبير، وعندك ال RM بتساوي 450 أوم. حولته لفولتميتر، عاوزين ال V. طبعا ده على طول ال V بتساوي ال VG اللي هي نفسها ال IG في ال RG، أو على طول ال V بتساوي ال IG في ال RG زائد ال RM. بس احنا عارفين ان كده كده ادي الار جي وادي الار ام وادي الاي جي، وبالتالي الاي جي في المقاومه الكليه هيديك الفي. الاي جي بكام؟ بـ2 من 1000، الار جي بـ50 زائد 450، ده 500 × 2 من 1000 هيديك 1/2 بـ1. بعد كده بيقول لك عاوزين نحول الفولتميتر ده لاميتر. اعمل ايه بقى؟ خد الفولتميتر ده اللي هو ار جي وار ام، وحط مقاومة 1/10 على التوازي. بقول لك هنا عاوزين اقصى تيار. طيب اقصى تيار بيساوي ايه؟ اقصى تيار بيساوي التيار اللي ماشي هنا اللي هو الاي جي زائد فرق الجهد ده اللي هو 1 فولت اللي هو هنا هيبقى الفي على المقاومة دي عشان تجيب التيار اللي تحت اللي هو ال RS. لاحظ هنا ان هي بدل ما كانت ال VG بقت ال V دي كلها، لان ال RS بقت من هنا لهنا، وبالتالي على طول ال IG بكام؟ 2 من 1000 زائد ال V بـ1 على ال RS. راحت فين؟ 1/10. طبعا 1 على 1/10 هيديك 10، يبقى ده 10 و2 من 1000 امبير. هو كده فاضل الأميتر.
هنخلي مسائل الأمتر كلها في فيديو واحد.